يقول أعمل في محلات للتسجيلات الإسلامية، وعلمت أن في الأناشيد وأفلام الكرتون شيء أو غير جائزة، وأنا لا أشتري هذه الأشياء، ولكن لي زميل يقوم بشرائها وقد نبهته إلى ذلك، فهل علي إثم في هذا العمل؟ نعم، إذا كان أنه تباع الأناشيد وأفلام الكرتون في المحل لكم تبيعونها تكتسبون من ورائها، فهذا لا يجوز، هذا بيع شيء لا يجوز بيعه، ولا تشارك من يعمل هذا الشيء وتأخذ من ثمنها. نعم.